مرتقون، قصص إسلامية وتاريخية. والله لأقتلن عمي، ولا أخذن ماله، ولا أنكحن ابنته، ولا أكلن ديته. قيل إن هذه الكلمات كانت بداية قصة هي السبب في تسمية سورة البقرة بهذا الاسم. وسورة البقرة أطول سور القرآن الكريم، إذ يبلغ عدد آياتها 286 آية. وسميت سورة البقرة بهذا الاسم حيث كانت إحدى قصص تلك السورة تدور حول حادثة قتل كانت البقرة هي الفاصلة فيها لإظهار من القاتل بأمر الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. كان هناك فتى طامع في مال عمه، وتقدم للزواج من ابنة عمه هذا، فرفض عمه أن يزوجه منها، فاستشاط ذلك الفتى غضبا وسيطر عليه شيطانه، وقرر قتل عمه والزواج بعدها من ابنته واستلام الدية وأخذها. هكذا قال في نفسه: والله لأقتلن عمي، ولا أخذن ماله، ولا أنكحن ابنته، ولا أكلن ديته. فأقنع الفتى عمه أن يذهب معه للتجار كي يمنحوه بضاعة، وتحرك معا ليلا، ثم قتل عمه عامدا، وعاد إلى المكان ليرى التجار حول جثة عمه يتساءلون كيف قتل، فبكى متهما إياهم بقتله، وطلب منهم الدية أو القصاص لعمه، فخاف التجار أن يعيروا بالقتل مع استطاعتهم دفع الدية، وطلبوا الاحتكام إلى موسى عليه السلام. فدعا موسى عليه السلام ربه عز وجل، وأجابه الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهنا صعق القوم وتفاجأوا، فموسى عليه السلام يدلهم على ذبح ما كانوا قبلا يعبدون، ذلك لينهي ما في قلوبهم من ضلال، ولتبدأ رحلتهم للبحث عن تلك البقرة، وكأنها رغبة منهم ألا يجدوها. فالبقرة أحد أجناسها كانت إلها يعبد من قبل اليهود، والآن يأمرهم موسى عليه السلام بذبحها، فكانت كثرة أسئلتهم سببا في التشديد عليهم. قال الله تعالى على لسانهم: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. أي إنها بقرة لم تلد كثيرا فتكن متعبة، وهي أيضا ليست بكرا، إنما هي بين هذا وذاك. وظلوا يبحثون عنها طويلا إلى أن عادوا إلى نبي الله موسى عليه السلام سائلينه قائلين: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. حتى تشابه على القوم فلم يعد لهم مميز لها لما يبحثون عنه، وأصبحوا حائرين متشددين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. فكانت بقرة لأبر الناس بأبيه، وجدوها بعد بحث وعناء عند داما، ذلك الشاب التاجر الذي جاءه رجل يريد أن يبيع مجوهراته بسعر زهيد، ولأن مفاتيح مال داما كانت تحت رأس أبيه وكان نائما، فرفض الشراء لئلا يوقظه، ذلك البر والتوقير، فكان جزاؤه من الله عز وجل كثيرا. فباع داما بقرته بعشرة أضعاف وزنها ذهبا، وأتوا بهذه البقرة إلى كليم الله موسى عليه السلام، فذبحت البقرة، ثم أمرهم أن يضربوا المقتول ببعض لحم هذه البقرة، ففعلوا، ثم تجلت معجزات الله تبارك وتعالى لأنبيائه أمام الناس أجمعين، ونصره أمامهم، فقام المقتول حيا كأن لم يصب. قال تعالى:
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فكانت هذه قصة بقرة بني إسرائيل التي سميت بها أطول سور القرآن الكريم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.